بزاف ديال المتتبعين كيسولوني على شنو هو احسن جيل اللي يقدروا يشريوه ويستعملوه في الشعر ديالهم ويتجنبوا اصابه ديال تساقط الشعر. بعض الاحيان كيف ما كتعرفوا كنشريو واحد المنتوج دهنه ولا جيل ولا داك اللي كتطلق الرغوه كيف ما تنقولوا، كنشريو بعض المنتوجات وما كنعرفوش باش مصيبه. فيديو ديال اليوم جبت لكم احسن جيل اللي بامكان اي شاب يشريه. انا عارف بان هاد المنتوجات قليله وما كايناش في محلات كبيره. كنتمنى من المحلات اللي كاينين في المغرب وتونس والجزائر يتقداو هاد المنتوجات. هادي راه كيتصنعوا في اسبانيا وفرنسا، هما منتوجات امريكيه ولكن عندهم الشركات والمقرات ديالهم في اوروبا. ما يمكنش ميريكان تصيب هذه المنتوجات غير في امريكا، ضروري ما كيكون عندها الفروع والشركات الصغرى ديالها اللي كتنتج هذه المنتوجات هذه. اذا انا كنوريكم دائما هذه المنتوجات باش نتوما تضغطوا على اصحاب المحلات ديال التجميل واللي مختصين في الحلاقه وكيبيعوا داك الماتيريال، غير غادي تسولوهم ملي غادي تضغطوا عليهم هما غادي يكونوا مجبرين باش يشريوا هذه المنتوجات ويقدموها لكم انتم وتنتم تستفدوا منها، لان الدور ديالهم هما في بيع المنتوجات هو احضار جميع المنتوجات اللي كاينه في الاسواق العالميه. احنا كنديروا الدور ديالنا، اذا انتم ديروا الدور ديالكم، سيروا عند هاد المحلات وقولوا لهم خاصكم تجيبوا لنا هاد المنتوجات لان الطلب عليهم كبير. هاد المنتوج هذا في هاد اللون الازرق والاحمر والاخضر، مهم فيه عده الالوان. نقدروا نقولوا اللون هاد اللون هذا الشيبي غادي اللون الازرق بحال هو الرقم واحد. الرقم واحد كيعطيك واحد الفيكس، كيفيكسي لك الشعر ديالك، ولكن البريو اللي كيعطيك واحد البريو قليل. انا كيعجبني هذا، ما كنبغيش البريو قوي وقوي بزاف في الشعر ديالي. نتوما بامكانكم تاخذوا الخضار ولا تاخذوا اللون الاحمر على حساب البريو اللي بغيتو. انا عارف بعض الشباب كيبغي الشعر ديالو يكون بريو، هذا عباره عن شمع، تقدر تقول ليه الشمع كيلمع. هذا امريكان كرو، شي حاجه اللي واعره وزوينه، تقدروا كاينه في السوق ماشي ما كايناش في المحلات الكبرى في اوروبا، موجوده بكثره، اما في المغرب صعيب باش تلقاوها. وكنتمنى من اصحاب المحلات يقلبوا على هذه المسائل. كاين الشامبوان ديال هذا المنتوج هذا ولا ديال هذه الدهنه هذه، فيديو اخر غادي نجيب لكم احسن شامبوان بالنسبه لي انا اللي مجربه. الشامبوانات ديال هاد لا مارك هادي كاينه على حساب النوع ديال الشعر ديالكم، واش الشعر ديالكم كيكون دهني ولا جاف، على حساب النوع. هاد لا مارك هادي امريكان كراو كتختص غير في المنتوجات الرجاليه فقط، وجميله بزاف، وجميع الممثلين والمشاهير كيستعملوا هاد المنتوجات هادي. انا عارف راه ما غاديش تقدروا تلقاوها في السوق المغربيه ولا في السوق الجزائريه، ولكن طلبوها ضروري من داك المحلات ديالكم باش نتوما تستافدوا منها. هذا عباره عن شمع كيف ما قلت لكم، زوين بزاف. انا في الحقيقه كنستعمل كندير غير واحد شويه كيدوز لك النهار كله. ضروري منين ترجع للمنزل ديالك خاصك تغسل الشعر ديالكم. كنتمنى اصدقائي يكون عجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى تجربوا هذا المنتوج اللي غادي يعجب بزاف ديال الشباب. الا جربتي هذا المنتوج ولا كنتي كتجرب فيه حاليا، هبط لتحت خلي لي تعليق وانا غادي نتواصل معكم باش حتى الاشخاص الاخرين اللي ما عمرهم ما جربوا هذا المنتوج يقراو التعليقات ديالكم ويشوفوا واش يشريوه ولا ما يشريوش. كنتمنى نتلاقاو فيديو اخر قريبا ان شاء الله، ومع السلامه.